الناس والمواطنين والرشوة ما بقاتش. زاد الطرق زاد 5 دراهم ولا 5 دراهم ورقة. الصورة دي المستشفى محمد الخامس بآسفي صبحات مرتبطة في دين كل سكان المدينة، وحتى اللي اضطراتهم ظروف المرض يجيو ليه من مختلف جماعات الإقليم. صورة سوداوية ومخيفة، حيث كيعيش المستشفى على إيقاع الفوضى والتسيب. ولعل الصور الصادمة اللي غادي نقدموها في هذا الروبورتاج غادي تبقى أكبر تعبير على هذا الواقع المرير، وعن التعامل بلا مبالاة مع آهات وصرخات مرضى كينين ويغوتوا بلا ما يتدخل حتى واحد باش يخلصهم من هذه الممارسات. وضع قاتم بهذا المستشفى اللي تعاقب على الإدارة ديالو أزيد من 6 مدراء في ظرف سنتين. كل مدير سرعان ما كيطلب الإعفاء ديالو بعد ما كيكتشف أن السبيطار الأسفي المشاكل ديالو التحقيق فيها ممكن يدي للحبس. داخل السبيطار الأسفي هناك تدبير سيء للمواعيد وعزل في التواصل وسوء استقبال المواطنين، وما بين تدني الخدمات بقسم المستعجلات وتفشي ممارسات غير مسؤولة بأقسام أخرى وسوء التنظيم والقذارة بعدد من أجنحته. ولا هذا المستشفى ديال محمد الخامس بأسفي هم محمل ثقيل على صدور المواطنين، وعمامة كحلة كتسيء لصورة المدينة، وما زالت ساكنة أسفي كتطوق لحظات نعم فيها بوضع صحي سليم. الخبر ديال قدوم لجنة برلمانية للتحقيق في أوضاع المستشفى حرك بعض المسؤولين. قطعوا الشجر، قطعوا الأعشاب الضارة وصبغوا الحيوط. إيوا فين هما رؤوس الفساد والابتسام بالمستشفى أسفي؟ إمتى غادي يتقطع عليهم الحس؟ الزواق راه ما غاديش يخفي الواقع المر بهذا المستشفى. البرلماني يعني حزب حركة الشعبية علي السباعي عنده الرأي ديالو في قدوم اللجنة البرلمانية لسبيطار أسفي. كنتظروا بإشارة بأن الموافقة ديال مكتب مجلس النواب المغربي بإفادة لجنة استطلاعية للوقوف على الاختلالات اللي كيعرفها مستشفى محمد الخامس، يعني ما جاتش من اعتباطية أو من العادات. فبعد يعني الوقفات الاحتجاجية اللي قامت بها العديد من الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأسئلة المتتالية اللي قاموا بها النواب البرلمانيين والمستشارين واللقاءات مباشرة مع السيد الوزير، عجلت بهذه اللجنة اللي يعني كتبان لنا بأنها يعني سابقة بالنسبة للإقليم الأسفي أو سابقة يعني في المملكة. ف يعني احنا كمنتخبين يعني كنتمنوا هاد البادره، يعني هاد اللجنه غادي تجي كنتاج هاد الوقفات وهاد المطالب اللي قمنا بها او من خلال يعني مطالبه احد يعني الهيئات الحزبيه احدى الهيئات الحزبيه في الاقليم. ف احنا ماذا بينا يتطور يعني الوضع الصحي في الاقليم بدون يعني يعني مطالبة ديال عمر أو زيد أو شخص آخر. يعني إحنا المهم عندنا وهو النهوض بالقطاع الصحي في الإقليم، وكيف ما أشرنا من قبل يعني إحنا عندنا غير على المدينة، وبغينا يعني تكون في يعني في تطلعات يعني في مستوى التطلعات ديالنا وطاه يعني المدن المغربية الأخرى. إدريس التمري البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بأسفي حتى هو عنده الرأي ديالو الخاص في هذه القضية. الوضعية التي عليها المستشفى الجهوي محمد الخامس وضعية تعريف عدد من الاختلالات، سواء على مستوى الموارد البشرية، قلة الموارد البشرية أو التجهيزات أو البنايات، وحتى على مستوى الاختلالات المالية والإدارية، بل إن الوضع غياب اليوم مدير واستقالات متتالية لعدد من المديرين أزمت وضعية مستشفى الجهوي محمد الخامس بأسفي، ووصلت هذه الوضعية إلى حالة من التردي الخدمات الصحية مقلقة جدا لكل مرتادي هذا المستشفى، وأصبحت حالة مقلقة لساكنة أسفي عموما. العلاج في مستشفى محمد الخامس بأسفي ما كيتاخدش إلا بالغوات والقوة، كلمات كيطلقها يوميا عدد من المحتجين حول الوضع الصحي بمستشفى أسفي بعد ما كيلقاو ريوسهم قدام مماطلة وابتزاز لا حصر لها. بقسم المستعجلات ما غاديش تحس بالتغيير ما بين أجواء هذا القسم والعالم الخارجي. أشنو تغير وأشنو وقع بهذا القسم من بعد أسابيع من الإغلاق ديالو؟
بوابة حديدية عجيبة وصباغة، إيوا فينا هو تطور الخدمات اللي كيأمن ليه المريض أنه غادي يلقاه، وكيشوف أنه إصلاح قسم المستعجلات خاصو يكون مرتبط بتغيير طريقة التعامل مع المرضى اللي مازال مكدسين أمام بوابة تقدر تخلي أبواب سجن أسفي تتراقص أمامك. اللي توفق في ولوج هذه البوابة العجيبة غادي يصطدم بمكتب صغير خصص للطبيب المستعجلات، واللي غادي يسعفوا العضلات ديالو وداكشي اللي بقى عنده من قوة غادي يكون بمقدوره ولوج مكتب الطبيب المعالج. فوضى واستحام ما كيش بحالهم في موقع آخر، وما بين لحظة أخرى كترتفع حدة الشجارات حول شكون اللي الأسبقية باش يدخل. وعطيت الاحتجاجات كيرتفع أمام مكتب الطبيب المداومة، وكتحتد المناوشات بين المرضى بحثا عن طبيب المداومة اللي يقدر يختفي أكثر من ساعة، مخلفا وراءه عشرات من المرضى كينينوا ويحتجوا وكيلعنوا لحظة قدومهم إلى ما سموه بقسم الموت، واللي يمكن لك فعلا أنك تعاين في جثة رجل ميت وهي معدبة فوق كرسي متحرك لما يزيد عن عشرات الساعات أمام أنظار زوار هذا المستشفى. هو قسم كيرتبط من خلال اسم ديالو باستقبال الحالات الخطيرة وكيطلب علاج مستعجل، لكن واقع هذا القسم كيصم لك صورة مخالفة لا علاقة لها بهذا الاسم. الحديث عن صراخات المصابين ودمهم وأهاتهم يقدر يكون أمر عادي في هذا الجناح، لكن حواس زائر هذا القسم كيطلب وقت إضافي باش يتفاعل مع هذا الموقع الغريب، وكيشم الزائر رائحة ما تقدرش تعرف شنو هي وشنو المصدر ديالها، لكن بالتأكيد رائحة كريهة جدا تقدر تعبر عن تفاعل مقرف بين الدم والقيح والروائح الكريهة الأخرى المنبعثة من مرحاض صغير كيشكل هو بوحده بؤرة تلوث لدى المرضى. كيشكل مستشفى محمد الخامس بأسفي نموذج بارز لفوضى تسلل الأطباء نحو عيادات خاصة بالمدينة وخارجها وبدون ترخيص، وأضحى اشتغال أطباء موظفين بمستشفى محمد الخامس وتابعين لوزارة الصحة في المصحات الخصوصية حقيقة مؤكدة، وفي غياب الرقابة والصرامة الإدارية من طرف لجنة المراقبة بمندوبية الصحة بأسفي وإدارة المستشفى عن ما يقع وخاصة خلال أوقات المداومة، كيبقى تنقل عدد من الأطباء نحو مصحات خاصة بالمدينة أمر عادي ويومي رغم سيم الاحتجاجات والشكايات اللي كيوجهوها المرضى واللي كيتفاجئوا بغياب شبه كل الأطباء المداومة واللي كيتوجهوا نحو عيادات خاصة كتضمن لهم موارد مالية إضافية. فمن الأشياء المهمة اللي خاص يعرف يعني الرأي العام أو السكينة بالإقليم الأسفي وهو أنه من بعد يعني الأسئلة المتتالية اللي قمنا بها في غرفة ديال مجلس النواب والأسئلة الكتابية وكذلك اللقاءات الشخصية المباشرة مع السيد الوزير، تم تعزيز ديال الموارد البشرية بالمستشفى ديال محمد الخامس بما يزيد عن 7 أطباء وكذلك بعض الممرضين. الشيء اللي عزز أو طور شيئا ما الخدمات الصحية بهذا المستشفى. على غرار قسم المستعجلات بأسفي كيعيش قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بأسفي واللي تحول اسمه إلى مقبرة النساء الحوامل، كيعيش على وقع احتجاجات يومية وشجارات بين أركانه، وفوضى عارمة تتبع تدبير هذا القسم اللي كيعاني من الروائح الكريهة وغياب الأفرشة اللازمة وسيطرة جحافي الناموس على كل جنباته، وكيبقى من بين الأقسام المتهمة باحتضان ممارسات وابتزازات مشينة للحوامل بهذا القسم اللي عاش قبل أشهر على وقع احتجاجات عارمة بعد تسجيل عدد كبير من الوفيات بهذا القسم، واللي كيعيش حاليا أزمة حقيقية وتقدر تعيد فاجعة وفاة 12 امرأة حامل و 27 رضيع خلال سنة واحدة. الفلوس ما كايناش، 20 درهم ما كايناش، والمواطن والرشوة ما بقاتش، زاد الدروك زاد 5 دراهم ولا 500 درهم ورقة. الزيارة ديال وزير الصحة لسبيطار أسفي قبل أشهر ما غيرت من الوضع ديالو حتى حاجة، تألم الوزير مسكين وقال الوضعية في سبيطار محمد الخامس بأسفي كارثية، ومشى الوزير وبقاو المرضى مساكن كينتظروا شي مسؤول في حل يمكن يكون قادر يرجع للناس ديال أسفي
الصحه ديالهم المسروقه منهم في السبيطار كيعتقدوا انه منهم واليهم. ومره مسكينه عطيه فينيده مع 8 وفينيده مع 10 وفينيده مع 11 وبقى كنعطيه في التاجو حتى مسكينه حكات شي جوج وصل مع 3 هي تحلى بنادم في السروال ديالها ما كاينش لا حدا. وضع قسم الولاده الذي عرف عدد من الوفيات كانت محل احتجاجات للمجتمع وللمجتمع المدني وللجمعيات، فإذا نرجو أن تكون هذا المطلب الذي طالبنا به من خلال فريق العدالة والتنمية بإفادة اللجنة أن يقف فعلا عن حقيقة هذه الوضعية وأن يساهم بإعداد تقرير وافي عن كل الاختلالات وأن يكون محل مناقشة مع الحكومة لإيجاد حلول لهذه المؤسسة. الحالة المزرية والكارثية المحيطة بمستودع الأموات الداخلي ما يمكن لها إلا وأن تصيبنا بالصدمة وتجعلنا مدهوشين أمام منظر ملفات ديال المرضى وأفرشة مهترئة تم التخلي عنها وإحراقها بطريقة مريبة. فمن المؤكد بأن هذا يعني هذا التقرير اللي غتقوم به اللجنة ديال اللجنة الاستطلاعية اللي غتوقف على الاختلالات اللي كيعرفها المستشفى ديال محمد الخامس غيكون دعم بالنسبة لنا احنا كمنتخبين وغيخلينا يعني عندنا واحد يعني وثيقة أو شيء ملموس على الوضع الكارثي اللي كيعيشوا المستشفى ديال محمد الخامس اللي يعني غادي نقدروا نواجهوا به الوزارة من أجل يعني تطوير هذا القطاع أو مستشفى محمد الخامس بالخصوص، وبالتالي غنكون ربحنا شي حاجة يعني في الاتجاه. راه اللي غيجيب مراته تولدنا تيجي مع شهادة الوفاة ديالو ولا هزها في يده لأنه غيدخل لنا غادي توفي. ناهيك على واحد المجموعة ديال الاختلالات اللي كاين هنا. دونك هذا الاشكال راه حتى مثلا كان مندوب المسؤولين اللي كتعينوا هنايا ما عطيش لو بوفور راه ما غيدير والو. حنا هادشي راه ماشي محاباه راه مندوبنا ولا مسؤول. وفي الحقيقه ملي كنقارنوا الوضع الصحي بالاقليم اسفي وخصوصا بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس كنلاحظوا بانه كاين تغيير ملموس نسبيا في تطور يعني الخدمات الصحيه بهذا المستشفى، وهذا التطور راجع للمجهودات اللي كيقوم بهم السيد المندوب ديال الوزاره والاطر والاطباء في هذا المستشفى، بالرغم انها ما كتوصلش يعني للتطلعات ديال الساكنه ولكن تبقى محدوده. التزمنا احنا كجمعيه يعني الجمعيه ديال مقالة عمان باش ندعموا الوزاره ونقوموا بشراكه مع الوزاره من اجل تاهيل يعني المستوصف الصحي ديال كوكي، حيث قمنا بالالتزام باش نعطيو الوزاره او نقوموا بشراكه مع الوزاره بدعم مالي يصل الى 80 مليون سنتيم من اجل يعني التاهيل ديال هذا المستوصف. وكذلك قام سيد الوزير بالالتزام باش غيبني لنا واحد المستشفى ديال الام والطفل اللي مازال ما شفناش يعني في على ارض الواقع للاكراهات يعني لا نعلمها. وبالتالي يعني كنطالبوا من هذا المنبر المكتب الشريف للفصحى باش يدعمنا او يدعم ويقوم بشراكه مع الوزاره من اجل اخراج هذا المشروع ديال مستشفى الام والطفل الحيز الوجود، ونطالب المكتب الشريف للفصحى كذلك بتطوير او دعم المركز ديال تصفيه الدم وامراض القصور الكلوي، بحيث كنعرفوا يعني العديد من حالات المرض او الناس اللي مرض في الاقليم كيسافروا لاقاليم اخرى باش يشوفوا يعني يلقاو هذا العلاج المستعصي. من جهتنا احنا كجمعيه التزمنا بالدعم ديال 80 مليون سنتيم والاتفاقيه يعني في طور تفعيل. وعرف مستشفى محمد الخامس بأسفي تنظيم عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية من طرف أطر طبية بالمستشفى ضد الرشوة والأوضاع القاتمة لعدد من الأقسام الحيوية به، وحملات الأطر الطبية جنازة جسدت من خلالها مستشفى محمد الخامس وبرزات من خلالها موت حتمي للوضع الصحي بالمدينة بسبب ما اعتبره المحتجون تفشي لعدد من الممارسات اللي تتنافوا الأخلاقية المهنة، واعتبروا ان التنقيلات العشوائيه كتشكل احد المعضلات الكبرى وكتساهم في عرقله حل المشاكل والملفات المطروحه، ونددوا المحتجين بما اعتبروا اهمالا ممنهجا
تعرف عدد من الأقسام الحيوية داخل مستشفى محمد الخامس بأسفي كقسم المستعجلات وقسم الولادة وطب الأطفال، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطر الصحية وتفشي ظاهرة السمسرة العلنية داخل المستشفى.